بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعن داود يا الملك السيكوب كسو تشوكتان وحاد كسو دوا تنور كاربسي نيوز قدوبة ورار كادوان دون تنكو دوقو ومحاكم دا سياسي محمد عمر عرتقالي ايام مانتا لغو حري مقالة هر قيسة قولا عن نبادة ميدوغو أفريكا يا كو عليي إن ايكا قوان تاين لديسو حول كالك حاسلين تردين عيادة بادان يا سوماليا دبليو هاتيو نوحي شاكتين وعالم كآدو سيفاف هي عذر كصف مركا يا ومكرون qodobada iyo qodob kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa warka ku daawan doontaan balse markii hore ku soo dhawaada qadarada bulshada soo dhawaada shirkada Boldery waxay idin keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban hal kilo shilata kilo ka tan kilo waxaad ka heli kartaan goob kasta oo idin dhow siyaasiga Maxamed Cumar Arta Qaarib ayaa maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Ciigaan International Airport ee magaalada Hargeysa سياسي محمد عمر عرتقالي بايا حيلال كالدوان وحاو كسو قابتاي دولة فدرال كي سوماليا وكمي دها يا رئيس الوزارة كوغيين وكسو قابتاي تشاقات عاسي إن كسو دوان حكومة دا سومالي لانا يوكر وذانك كايا مدحوين موسى بيه عبدو عافي سوسو قد بيهي إسلام الكاسين وكتنا سولي دمي عيسيها دولة فدرال كي سوماليا عدنا إلاي عادا وحفافاين وديرا دا مهري سو ورباهنتو وكاسو لحلي دا سبب تلوح دا عمر عرتقالي لكن سوالرها وسو حقوقال ايا وحاي شغيان إن مسؤول كان لغو أركي سوغو سيتا باسابوركا دولة فدرال كي سوماليا غارهانا باسابوركا دولة فدرال كي سوماليا اي مدح دقاطان كاسو لايا قانو ديبلوماسي ملتاوحي ورالي ليرا دوان دلسو عسين دورنا هاد دوي سيكو حاري كاسيكا هاللي ماانتا لغو حدا سياسيكا محمد عمر عرتقالي كان عصادها عانكا اي علي عمر قوليد وحانا وكتو المامي متسحا سواري مها سيكا هاللي ينو حولي وحا إيقوم مقالا إن محمد عمر عرتكسو ديجي مدار كاركيسا هديس ذا الشيخ ومحمد الصي ستي باصبر دولة مال الصومالية ومالين مايو باصبر دبلوماسية وصومال لاني من حمر كدقو هدي اللي بدأ دولو تاكي هشيان وقوني انت اللي جاي هشين محمد وقال دنايو باصبر بمستا دولة ويسكسوك قلي كرلا نروب نوكيب لكن ما دام امجريشن كنت سبع صبرك الصومالية والدبلة ماذا حركة الحراي وحق الحراي جمهوريه الصومالة يشعب وينه الصومالة وحي السمية مركي وراء الله يرحمه عمر حنون سني وكسو دقي محمد مدارك أدي ما هرتاجن ولا سود وهي أبيو حنسني إلهي بام حلة قريدة أبينا محمد وشو مدحوينة حكومة شعبية الصومال وهي واصل عمر عرتقالي سئات والشرف بضن ويقل بيه مدحوينونا قرى الله يتغانا قطبة أذك وتاريخ عمر كشيكي وأدكي هذلك أيوك كأخي حباش الدشير لبضع تشربة ووناتي مدحوينه شارحانا ونواناتي وانا نوهينا عبالكا سديدتك السومال لاني حكومت وواسطي عمر ارتقال طمانت محمد صاحبك وقلتنا قري الله يتقالنا سوو بلا باسوبور ابو اسكي سو دغ لهايو انما دا امغريش كتشوغا ومحمد عمر عرتون با رون لاينو لا صبر بمستيكو صبح له الى عربتي ناغاج وحا ايغو مقالا ان محمد عمر حتى كسر دغ مدار كاركيس حديث ذا الشيخ ايوه ومحمد الصي ستي باسوبور دبل مال الصومالية ومالين مايو باسبور دبلوماسية وسومال لاني من حمر كدقو هدي اللي بدأ دولو تاكي هشيان وقوني انت اللي جاي هشين محمد وقال دنايو باسبور بمستا دولة ويسكسو قلي كرلا نروب نوكيب لكن ما دام امجريشن كنت سبع صبر كصومالية والدبلة ماذا حركة الحراي وحق العلاج جمهوريه الصومال يشعب وينه الصومال
وحي سمية مركي ورو الله يرحم عمر حنون سني وكسو دقي محمد مدارك ادي ما يرتاقين ولا سو دوي ابيو حنون سني الهي بام حل قريدي ابينا محمد وجو ملحوينة حكومة شعبية سومالا وهي واصل عمر اعتقالي سئات والشرف بضن وقلبية مدعوينونا قرار الله يتقانا قبض أذك وتاريخ عمر كشيكي وأدكي هذلك أيو كأخي حباش الدشير لبضع تشربة ووناتي مدحوينه شارحانا ونوناتي وانا نوهينا أبالكا سديدتك سومال لاني حكومة وواسطي عمر ارتقالي تمانت محمد صاحبك وقلتنا قري الله يتقانا سوى بلا باصة وبورا ويسك سودك لهايو إنما ده من قريش كتشوه ومحمد عمر عرتون بير الله عينو لا سبر بمستيكو صبح له إلا عرب تناقاتي war kale oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in laga mustaafinayo magaalada Hargeysa Maxamed Umar Arta Qaalib iyadoo dib loo saarayo goordhow diyaaradaha Air Djibouti ee dalka Djibouti tagaysa sida ay xaqiiqeen saraakiil ku sugan garoonka diyaaradaha ee Ciigaal Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika ayaa ku celiyay inay ka go'antahay in la dhiso hawlgalka xasilinta dhinacyada badan ee UNK ee Soomaaliya kaasoo lagu bedelayo hawlgalka hadda jira ee Amison warmurtiyeed ka soo baxay Golaha Nabadda iyo Amniga ayaa lagu sheegay in habkani uu yahay habka ugu wanaagsan ee lagu xaqiijin karo laguna heli karo maalgelin waarta oo ka timaada qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee taageera Soomaaliya balse Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika waxa uu qiray in hawlgalka soo mustaqbalka oo lagu bedelayo Soomaaliya inoo qolashii ay ka helaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale golaha amniga ee qaramada midoobay warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in hawlgalkan uu yahay hab dhameystiran kaas oo wax laga qabanayo xaaladda amniga ee Soomaaliya taageerida hirgelinta arrimaha siyaasadda haatan ka taagan Muqdisho iyo sidoo kale wax ka qabashada colaadaha iyo dib u dhiska iyo waliba nabadeynta Soomaaliya golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa ka codsaday gudiga midowga Afrika UNICEF wada la tashiyada qaramada midoobay arrimaha warbixinta wada jirka ah ee maalgelinta hawlgalkan ee ay ku jiraan mas'uuliyadda amniga ee lagu wareejinayo ciidamada amniga ee Soomaaliya dhamaadka sanadka 2023 si kastaba haatee waajibaadka hawlgalka AMISOM ayaa ku eeg 13 December 2023 waxaana golaha nabadda midowga Afrika uu ku codsaday golaha amniga ee qaramada midoobay in la gaadho heshiis dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hore ugu hortimid qorshaha sheegaya ay ka mid ahaayeen qorshahani ka yimid dhanka midowga Afrika iyagoo codsaday inay ka doorbidayso in hawlgalka AMISOM la soo gabagabeeyo isla markaasina ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay la wareegaan mas'uuliyadda sugitaanka amnigooda maxkamad ku taalo dalka Koonfur Afrika ayaa ku xukuntay in xabsiga dib loogu soo celiyo madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma iyadoona sheegtay in siideen sharafeedkiisa dhinaca caafimaadku ay tahay sharci darro muddada uu xabsiga ka maqan yahay waa in lagu darin 15 bilood ee lagu xukumay ayay go'aamisay maxkamadda oo ku taala Pretoria Mr. Zuma waxaa la siidayay 15 September xaalad caafimaad oo aan la shaacin awgeed ayaa xabsiga lagu xukumay sababo la xiriira in markii uu madaxweynaha uu ka jawaabi waayay baaritaan la xiriiray musuqmaasuq 97 jirkan ayaa bishii July isu soo dhiibay booliska kadib markii ay dadweynuhu soo hortaageen balse xadhigiisa aanu ku jirin madaxweynuhu ugu horeeyay ayaa dhaliya rabshado bililiqaysi watay dawladda Suudaan ayaa ciidamo badan soo dhoobtay xadka ay ku muraysan yihiin iyaga iyo Ethiopia iyadoo ku dhawaaqday inay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta deegaanada lagu muransan yahay iyadoo ay jirto xiisad ka dhaxaysa Khartoum iyo Addis Ababa ciidanka ayaa fariin u diray dadka shacabka iyagoona u sheegay inay istaajiyaan oo ay guryahooda ay nabad ku joogaan Suudaan waxaa sheegtay in 1 December in ciidamadeedu ay gacanta ku dhigaan saldhig ay ku sugnayeen ciidamada Ethiopia oo ku yaalay degmada Alfaqasha kadib markii ay rasaasi soo daadsadeen labada dhinac arrintan ayaa ku timid kadib markii la sheegay in 22 ka tirsan ciidanka Suudaan lagu dilay 30 kalena lagu dhaawacay kadib dagaal 27 November iyaga iyo ciidamada dawladda ku dhexmara deegaanka Barkeeyti Noorayn ee ka tirsan degmada Alfaqasha dagaalkan soo cusboonaaday ayaa sababay inay hoggaamiyaha militariga Suudaan General Cabdi Fattah al-Burhan uu wacad ku maro in dalkiisu aanu harta ko dhula uga tanaasulahayn Ethiopia
نوعا عصوبة كورونا فيروس كالوسو قابيه وميكرونا يا دوني دو قفا فياسي حاوليا وحانا سيدا سي ديقنين اي صوص عرتكو شاكتاه دعا فيما اتكادون كي دبليو اتشو كي ساسكا نوعا اي اتكا وفا فايا الواركي الى اي تطبيق تطبعاتن دل تير تر ايضا ومدحوين ها دبليو اتشو تادرا سادماتن كبرييه سوس وقابتايا يو كوشا غي اني جيران دالال كالو بادان او ولي عن لاقوصان او كتير نوعا عصوبة وميكرون دكتور تدرس ايا شغاين وكول عسي هاين عن واح بضان لسامين سي واح لغو قبطانو عن كامي دحانو كسافمارك اي كوفر سغالية طبانكا نوعا ميكرونا ايا بيشي نوفمبر مركي غور ريسي لغيه لكم فور افريكا دالكاس ايا انا كدب لكل ماي كوردان كاترادا تدكا كاسو وسور ريدان ايو ودحوين كيري لما صافا ايا لغيه لحانو كسافمارك اي كوفر سغالية طبان وحانها تن عسبيتالكا لغو داوين ايا علامتها حانو كان waan sidaasi u sii darnay dirada dalalaha ayaa soo saaray shuruucyo lagu mamnuucayo safarada taas oo saameynaysa koonfur afrika iyo dalalka deriska la kadib markii laga helay nooca omicron balse shuruucdan ayaa wali wax badan ka qaban joojinta inuu noocani ku faafo dunida شركه بوردري وحي دي كانت دقيق عصب تعصق قوامها كيلو شلات الفلكة كيلو وحكي لك ارتبوا بكستوري